دائما العلاقات بتنبنى على الثقة، مو على الشك أبدا. انسي نيمي هلا، معقولة ما بتوثقي فيني أنا؟ بكفي انتو الجوز، الله يحميكن من العين الحاسدة وتضلوا مبسوطين على طول. شكرا. منيح، رن هالموبايل بوقته. مين؟ راني. ايه راني، شو صار؟ راني ليش عم تبكي؟ خبريني شبك. كيف؟ حاولت تنتحر؟ ماما على مهلك. راني ليك هنيك. راني وين مادو؟ هي جوا، دكاترة عم بيعالجوها. مسكينة اخدت حب منوم بكمية كبيرة. رحت لحتى زورها واطمن عليها، لقيت سيارة الاسعاف واقفة قدام البيت، واللي صار اني جيت معهم لهون على المشفى. وين زوجها لمادو؟ ما بعرف وين راح بعد ما دخلها على المشفى، اختفى فورا. وكمان الشرطة هون وعم بيسألوا عنه، ولما اسعفناها على المشفى كان في ضيفة عندها بالبيت، انا شفتها كمان هربت فورا لما اجت الاسعاف. استغربت، راحت بدون ما تحكي مع حدا. بصراحة ما قدرت افهم شيء. جاسي فاريندار، منيح اجيت. روح احكي مع الدكاترة، اسألهم عن مادو صحتها، خلينا نطمن. وين الدكاترة؟ من هون. ماشي. راني، مادو كانت وعيانة لما وصلتوها؟ منتبهة عليكم؟ لا، كانت شبه نايمة، عم بتتمتم بشي. بشو؟ ما رح وقع شي، ما بدي وقع وراق الطلاق، يعني هيك كانت عم تقول. الحمد لله انه ضلت عايشة، ما فينا نعرف شو صاير معها، بس اكيد في قصة كبيرة صايرة بيناتهم. مسكينة هالبنت. ما كنت مطمنة لوضعها بالمرة، بس ما توقعتها تعمل هيك. شو ما كانت المشكلة، غلط. الانتحار مو حل للمشاكل ابدا. صح، يمكن هي فضلت انه تموت لما عرفت انه بيحب غيرها. لو كنت مكانها ما كنت انتحرت بنوب، بس كنت كتير تأذيت لما بيكون في ثقة كبيرة. صعبة تتكسر القلوب وبتموت. أنا حاسة بالقهر اللي جواتها، مو سهلة على أي مرة. قلب الإنسان ضعيف، بشك بكل علاقة إذا شافها مو منطقية.